أنا عندي بنت عندها 12 سنة حاليا، طيب ومن يومين حلمت أنها شافت الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلم، وكلمته قالت أنا شفته، ما شفت وجهه طبعا، الوجه نور ما شافته، وطبعا سلمت عليه وقالت له يا رسولنا أتمنى أكون معك بالجنة. طيب قالها أبشري، أنت من أهل الجنة إن شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. فجاءت صاحبتها وكلمت نبينا، قالت له يا رسول الله وأنا أيضا أريد أن أكون معك بالجنة. قال لها لا، هذه سبقتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فصار لها يومين والحمد لله بنتي يعني فرحانة، وقلت لها إن شاء الله بنتصلنا مع شيخ ونسأل إن شاء الله ونشوف. ما شاء الله. انت من وين يا حاجة؟ وين ساكنين انتم؟ إحنا بالمغرب مدينة مكناس. الرؤية اللي اتفضلت بنتك ديت برؤيتها هي رؤية جميلة جدا، وهي رسالة لها من الله جل وعلا بحسن البشارة في حياتها. وغالبا كل إنسان بيبدأ عليه مرحلة البلوغ بيبدأ إن هو يشوف رؤية سبحان الله مصيرية عن حياته. والرؤية اللي بيشوفها مصيرية عن حياته ديت ممكن يشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يشوف حد من الصحابة، ممكن يشوف إن هو بيتكلم مع الله جل وعلا بس من وراء حجاب طبعا، ممكن يشوف إن هو في حرب مع شياطين أو حرب مع مشركين. فأنت الرؤية اللي بنتك شافتها دهيت هي رؤية صدق إن شاء الرحمن. فحاول انك انت تخلي بنتك تلتزم بالحجاب الشرعي وتلتزم بالاعمال الصالحه، وان شاء الرحمن الله عز وجل سيحييها حياه طيبه ويختم لها بخاتمه السعاده. وفي هذه الرؤيا بشاره طيبه ان الله عز وجل يجعلها باذن الله من اهل الجنه، والله عز وجل اعلى واعلم وادق صدق الرؤيا. اللهم في امان الله. آمين. بارك الله فيك. اللهم بارك. كمان يا شيخ أنا نفس السن تبعها، كنت حلمت الرسول صلى الله عليه وسلم نفس ما السن شاء. تبعها. ما شاء الله. شفتي بقى؟ جيت الحمد لله زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله رزقت بالعمرة؟ الحمد لله 9 عمرات الحمد لله وحجة الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. تقبل الله عز وجل منك. فدي رؤى تبشركم يعني برضوان من الله جل وعلا وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الله عز وجل ان يحييكم حياه طيبه باذنه وكرمه في امان الله. اللهم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مع السلامه.